السلام عليكم. النهاردة عندنا جروسري هول أو مشتريات الأسبوع من البقالة، وفي شوية حاجات. يلا نبدأ على طول بحاجة المدرسة. جبت بتاعة الدباسة دي، الدبابيس الدباسة، وجبت البوردات اللي هي بتكتب عليها. جبت 2، ده احمر في بينك والتاني اصفر في يلو للتوينز في كيجي. وعندنا حاجات هنا برضو كتب او المدرسة. جبت براية لقيتها ميدن جيرمن فقلت تبقى كويسة يعني، وقلمة للوايت بورد المدرسة. كمان جبت الاقلام الرصاص دي من فايبر كاستل، دي كذا قلم ومعاهم محايه، معها في 2B والاتش بي والبي يعني وال6 بي. الاقلام الرصاص دي بالتدرجات بتاعتها بتنفع في الرسومات، لو هترسم رصاص وتعمل تظليل الوان، لو محدش يعرف انا بحب ارسم وكده يعني، دي هوايتي. وعندي جبت برضو الالوان اللي هي الفايبر كاسل اللي هي بتاعت الووتر كولر بس على شكل بنسل، دي حلوة قوي، طرية قوي، ومعاها فرشة، دي الفرشة بتاعتها. جبت 24 لون، وكمان جبت دفتر رسم او شيت بوك برضو، عشان ليه ده ليا انا، الالوان والاقلام الرصاص. حاجات تانية من حاجة المدرسة، جبت وايت جلو وجبت اللي هو الهيفي جلو، ده تقريبا برضو الماني. بس كده دي حاجة المدرسة. في السناك بتاع المدرسة والجروسري بتاعنا، هنا جبت لحمة مفرومة، تقريبا واحدة هندي واحدة باكستاني، عشان انا بحب اخلط الانواع. جبت موتزاريلا من فوق، جبت 2، كان نزل عليهم عرض كويس يعني. وجبت تحت هنا جبنة عكاوي عشان ناوي اعمل مناقيش. وعندي توم باودر، بهارات يعني، حاجات توابل، وده بصل بودرة، وايه تاني، ودي التورتية. كل اسبوع لازم تنفع معايا في سندوتشات المدرسة قوي يعني، لما بيبقى مفيش سمون وكده. كمان جبت زبادي، جبت موز المدرسة، وجبت حليب اللي هو 3 لتر كامل الدسم ده للولاد. كمان جبت جام ليا، جبت لهم الكوكيز دي عشان سناك المدرسة. الكوكيز دي معاها ألوان كده، طلعت هدية. جبت كمان كورن فليكس، الكورن فليكس دوت ماركة مش عارفة، ألماني تقريبا، ماركة ألماني بس ده مصنوع هنا في الإمارات. تمام. جبت بيض وجبت شوفان، جبت شوفان اللي هو الأولد فاشون ده عشان الفطار ليا أنا بقى، وجبت لهم شوكولاتة، دي كده حاجة تفاريح. تمام. جبت لهم، وجبت هنا فاكرين الكراكرز اللي انا كنت قبل كده عملت عليها فيديوهات، منزلين منها اللي هو شكل الاسماك، تقريبا زي الجولد فيش بتاعت امريكا، بس دي انا كده كده اولادي بيحبوها، سواء يعني الاشكال دي يعني، هو البسكوت نفسه طعمه حلو يعني. جبت سيراتشا دي ليا عشان بحب الهوت صوص والحاجات دي. وده كمان جبت كاري باودر، ودي مكرونة بس أشكال كده حلوة وعليها فتيات القوة، لعل وعسى ياكلوا يعني. جبت هنا الكلوبس اللي هي الأوتس بتاعهم، الكلاسيك شانكس أو كرانشي دي، بحبها مع الزبادي. دي اصلا بيبقى طعمها حلو، فمش بتبقي محتاجه تحطي سكر على الزبادي او تحليه يعني. هنا دي فوات يوميه اللي هي بتاعت فريش دايز، جبت تفاح كمان، وده شاي، الشاي ده من المفضلات بتاعتي دلوقتي، وليه نكهه كده مختلفه عن الشاي اللي هو العادي، عشان لو حد عايز يجربه هو حلو قوي يعني.
بس طبعا لو ليكي مزاج في تنكيق في الشاي المنكه. وجبت عرض مكرونه سباجيتي، دول 3 مع بعض تقريبا، دول ب10 درهم حاجه كده. جبت عرض برسيل 2 مع بعض، مش فاكره كام، حاجه و30 تقريبا. جبت الرول ويفر دي عشان ايام الفري من الدايت، انا بحب استخدم يعني، بحبها طعمها كده حلو. دي من الدنمارك يا تقريبا. رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. باي باي.